من مشايخ الطريقة الشيخية، يتفضل سي الحاج عبد القادر الشيخ الزاوية السابق، ومع سي آلس الشيخ حمزة الوزير السابق، يتفضل باش يستلم الجائزة نتاع سي عبد المجيد تبون، هدية لما يبذله من جهد في جعل هذه الدولة الجزائرية. تفضل، هاي شهادة شرفية سيدة معالي سيدة رئيس الجمهورية. تفضل. إن شاء الله.